أنا والله كنت بالشغل يعني، فرنت علي المرة بتقول لي الولد وكأ هيك، حكت لي أو قرص ونحلة إشي. وروحت من الشغل شفته ما بلزموش مستشفى، يعني جروح بسيط ما بيخوفش. مركت الأيام وكان يعني يصير معه حرارة وشغلات زي هيك، بس ما انتبهناش يعني إنه السبب يكون رصاصة هي سبب الحرارة اللي بتصير معه يومي. كنا بجزء من الجو أو فيروس من الروضة، فودت ورانا الروضة إنه نسوي له صور أشعة على كتافه وظهره، روتين تاع الروضة يعني هيك بطلبوا منا. فإحنا رحنا على المستشفى الحسين، وهذا الحكي بعد ما وقعته بشهرين. سوي له صور أشعة على ظهره، العمود الفقري وكتافه، أول سوينا لكتافه، فمش كان الدكتور فيش مشكلة في كتافه، كنا نسوي أخرى صورة أشعة على العمود الفقري احتياط يعني. فلما رحنا سوينا صورة للأشعة طلع عليها الدكتور، ما هي صورة الأشعة ساحبة صورة كاملة للظهر، إلا في مجسم غريب في ظهره. الدكتور سألنا يعني شو هذا، قلنا له بنعرف يعني زي زيك، وش فكرناها حديدة داخلة في ظهره ولا إيش. فطلب إعادة الصور إله، فلما عاد أخرى صور أشعة إله فبينت إنها رصاصة. صدم الدكتور، فعوض طلب أخرى صورة طبقية مع تلفزيون. فلما سوينا صورة طبقية فبينت انه رصاصة بظهره. كأولها استغربوا انه رصاصة بجسم ولد طفل لها شهرين، فطلبوا الشرطة، فاجت الشرطة اخذت مني افادة. بس كأطباء يعني تعاملوا اشي طبيعي انه اشي بخوفش، فبقولهم شو لازم نسوي مع الولد، كان روحة ثاني يوم جيبه. بكينا نلعب وقاعدين، ولا بحكي لريان تاع اقعد معي، ولا قبل ما يجي يقعد صار يعيط ويصرخ، وأنا فكرتها نحلة وصرت أصرخ تعالوا تعالوا، وصار ريان وصار يعيط، نزل من ظهره دم والبلوزة تاعته انخزقت، أخذناه وطلعناه على الدار وصار يعيط هو. هو لحد الحين يعني مجهول التوقعات، يعني إشي قريب يعني، هون فيش أول شي مستوطنات عندنا قريبة، ما فيش تقول تدريبات عسكرية لجيش إسرائيلي قريبة مثلا إنه تكون واصلة لعندهم. فشغلة يعني واضحة كبلد اللي احنا عايشين فيها، طخيخة حفلات، طخيخة عروس، ولده بعيد عنك بجرب لي في قطعة سلاح، اللي بجرب لي في حوالي ندور الناس. على فكرة احنا ندوها عندنا منطقة صارت يوم عن يوم تسمع اطلاق نار حوالي ندور وكراب اشي قريب يعني. فأي لحظة اللي صار مع ابني بجوز بكرة يصير مع ابن فلان، مع اخوي، مع اخوه نفسه تدريش. بعدين انا لما عملت العملية كان نص بنج تقريبا، وروحوه في نفس اليوم ما كملوش في علاجه. لما سألت انه الولد بلزم ينام قالوا لا بلزمش، روحوا فيش اي خطورة عليه. بس انا شايف انه يعني بعد العملية الولد ظلت حرارة معه 24 ساعة وما بتحركش زي اول، تقول انه مكتب وشيء هيك.